اهلا بكم من جديد، وفقرتنا الثانيه الاطباء يعودون مجددا لاختيار مجلس يمثلهم في ثالث انتخابات منذ 2011. طبعا الانتخابات اللي فاتت في 2011 و2013 زي غيرها ونظرا لطبيعه المشهد الثوري امتلأت بالحماسه والرغبه في التغيير. ده انعكس اولا في سيطره الاخوان على معظم مقاعد النقابه في 2011، وده حصل في الانتخابات البرلمانيه نفسها، وبعد كده الإطاحة بالإخوان تماما في 2013. لكن بين هذا وذاك وحتى الآن تستمر مظاهرات الأطباء وشكواهم. الأمر نناقشه مع طبيب شاب ومرشح لعضوية مجلس النقابة الدكتور محمود رمزي. أهلا بك دكتور محمود رمزي. سعيد إن أنا مع حضرتك. أهلا بك دكتور محمود. يعني مظاهرات مستمرة، دعوات للتظاهر، دعوات للإضراب. انت كطبيب شاب يعني وهتمثل يعني او بتمثل الفئه ديت في النقابه، يعني انت ايه مظالم الاطباء في مصر وشكواهم المستمره؟ يعني تفسرها ازاي وشايفها ازاي؟ الحقيقه وضع الطبيب المصري وضع سيء جدا. الحقيقه الواحد بيعتصر الما يعني من كتر الاوضاع ما هي سيئه. الحقيقه الطبيب المصري بيحتاج حاجات كتير، من اول الطبيب حديث التخرج للطبيب الكبير اللي في السن. بيحتاج علاج، بيحتاج تعليم، بيحتاج تدريب علشان يبقى مستواه العلمي كويس يقدر يقدم خدمة طبية تليق بكرامة المواطن المصري. بيحتاج رواتب تخليه يقدر يعيش حياة كريمة ويقدر يركز في عمله، ما يلجأش ان هو يتنطط ما بين اماكن عمل خاصة علشان يقدر يحصل على الاجر اللي يكفيه حتى يدفع ايجار شقة. بيحتاج ان هو لما هو او اسرته يتعبوا ويعيوا ما يترموش على الرصفة، ان هم يلاقوا مكان محترم يليق بالناس اللي ما تتولى تقديم طيب الخدمه الصحيه. اسمح لي يعني هعترضك بسؤال، انه يحتاجوا معاش اخر معاش كريم اكتر من المعاش، لان هو النهارده معاش النقابه 600 جنيه، يحتاجوا يبقى عندهم معاش كريم في هذا السن. طيب احنا في الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها وتعثر الاقتصاد وطبعا اوضاع متوتره للغايه بعد الثوره، دور النقابه ايه؟ يعني مش هل ممكن النقابه تلعب ولو دور بسيط في دوت مع الطبيب، والاطباء يفكروا انهم ياجلوا ده شويه لغايه ما نشوف الوضع الاقتصادي بيتحسن؟ يعني ناس كتير ده مش وقته. المساله مش علاقتها بوقته او مش وقته، لان هي مساله الاولويات. طب النهارده لحد ما يجي وقته الطبيب مين اللي هياكله ويشربه؟ مين اللي هيعالجه؟ مين اللي هيسكنه؟ مين اللي هيعلمه حتى ويدربه علشان لما يجي له المريض في استقبال المستشفى يقدر يعالجه مظبوط، الناس ما تزعلش وتتكلم عن اهمال دايما الأطباء. في اتهامات للنقابه، وده حصل في ايام دكتور حمدي السيد وبعدها ايام الاخوان ولغايه دلوقتي، انه اعضاء مجلس النقابه بيخدموا المنصب ودايما عايزين يحافظوا على علاقتهم بالمسؤولين في الحكومه، مش على لصالح الدفاع عن حقوق الطبيب. طول الوقت المسألة بتختلف ما بين الإخوان وغير الإخوان. مسألة الإخوان دي مسائل طويلة عريضة الناس اتكلمت فيها كتير، تمام، وانا مش في صدد الحديث عنها. هم الناس كانت بتكرس سلطتهم في بس وبيشتغلوا فيه. بمناسبه الدكتوره منى مينا، وفي جدل وصراع داخل النقابه بشان قانون الخدمه المدنيه. الاول ارد على الدكتور محمد محسن زميلي، حقه عليا. كنت عايز اساله هو بيشتغل فين، لان انا تقريبا لفيت محافظات مصر كلها مره واثنين وثلاثه. لو هو بيتكلم عن ان المسؤولين في النقابه ان هم بيكرسوا علاقتهم بالمسؤولين لخدمه مصالحهم، وفي نفس الوقت بيتكلم ان الدكتوره منى مينا الشخصيه المحترمه هي اللي بتمثله، الحقيقه ان الدكتوره منى مينا اللي بتمثله هي الامين العام لنقابه اطباء مصر، وبالتالي يبقى هو كده عنده تضارب في الكلام اللي هو بيقوله. يبقى هو كده اللي بتمثله هو عنده مشكله معاها مش معانا احنا، لان احنا لسه بنسعى ان احنا ندخل النقابه وعندنا برنامج لو هو يقدر يتابعه على صفحتنا على الفيسبوك او من خلال احاديثنا التلفزيونيه او الصحفيه، ويبقى على اساسها يبلور احنا رؤيته هو ينتخب مين ويشوف احنا نقدر نعمل ده ولا لا. طول الوقت مشكله الصحه في مصر هي مشكله اراده واداره. لازم ننتخب مجلس نقابه يكون عنده الاداره، نعم، الرؤيه انه يعمل حاجه يعمل تغيير، ويكون عنده الاراده لده. وكذلك المسؤول التنفيذي لازم يبقى عنده الاراده والاداره، واحنا في الاخر كلنا شركاء علشان نحسن المنظومه الصحيه. المساله ما هيش خناقه، لا انا طول الوقت حد في طوب على الوزير ولا الوزير حد في طوب عليا. طول الوقت ان احنا لازم نشتغل مع بعض علشان خاطر نعتلي ونرتقي بالمنظومه الصحيه، ده كله لمصالحنا كلنا. طيب يعني ايه مجال التمويل اللي ممكن توفره النقابه لاعضائها؟ مع العلم يعني تمويل هل في إيه؟ نظرك يعني هل بتقدم اي خدم؟ يعني الخدمات هي دايما بتشكي ضعف التمويل، ضعف التمويل. دكتور احمد حسين اعتقد مقرر لجنه مصر العطاء، دي كانت لجنه الاغاثه سابقا، يعني قال في مؤتمر صحفي الاسبوع اللي فات انه النقابه قدرت تجمع تبرعات بقيمه 15 مليون جنيه في 2014، وتم انفاق 14.5 مليون على الاغاثه بره في سوريا وفي غزه.
يعني اذا كانت النقابه بالاضافه طبعا انه اعرف انه في دمغه المهن الطبيه، يعني مصادر الدخل انا في خلط في الامور، يا يعني اما الخلط عند الصحفي يا اما الخلط عند الدكتور احمد حسين. لجنه الاغاثه اللي بقت اصبحت مصر العطاء للدكتور احمد مسؤول عنها، هي مش من ميزانيه الاطباء ولا من ميزانيه النقابه، هي ميزانيتها بيجي لها تبرعات مخصصه موجهه لامور معينه، وبالتالي هي بتنفق غير النقابه مش مشرفه عليها. دي مساله ثانيه. مساله الدمغه الطبيه ده بقى موضوع ثاني ليه علاقه بميزانيه النقابه، وان انت ازاي تزودي موارد النقابه وبالتالي النقابه تقدر توفر الخدمات، سواء الخدمات العلاجيه او الاجتماعيه او حتى مشاريع اسكان او رفع المعاش، وده موضوع النقابه بتطالب انها تنفيذه، وبنطالب من خلال برنامج حضرتك كل طبيب انه يحرص ان روشتته يكون عليها الدمغه الطبيه، هي 10 قروش على كل روشته، ده بيفرق كتير جدا في دخل النقابه، وبالتالي نقدر من خلاله نوفر خدمات اكتر للاطباء. خدمات اكتر. مجلس نقابه جديد على الابواب، نتمنى ونامل انه يكون مسار وشباك جديد لشباب الاطباء، انهم يلاقوا فيه التطوير ويلاقوا فيه يعني انه المجلس يعمل اكتر على تطوير الكوادر ديت نفسيا علشان يقدروا يخدموا المريض، بالاضافه طبعا والاهم انها مهنه الضمير. شكرا ضيف العزيز. شكرا حضرتك. شكرا مشاهدينا.